اخر الاستعدادات نتاعنا حاليا في اللحظه هذه المراكز الجهويه، او خليني نقول المخازن الجهويه التابعه لهيئه الانتخابات المنتشره في كامل تراب الجمهوريه، قاعده تو تقوم بتوظيف المواد الانتخابيه من صناديق ومعدات مكتبيه، حبر انتخابي، اوراق تصويت، سجلات الناخبين، لارسالها ان شاء الله الى جميع مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع داخل تراب الجمهوريه. كيف حاليا جاري شحن الانتخابية إلى 47 دولة طرود دبلوماسية باستعمال الطيران، إما شركة الخطوط التونسية أو بعض شركات الطيران الخاصة، لإرسال كل هذه المعدات الانتخابية في وقت قصير لجميع مراكزنا ومكاتبنا حول العالم، اللي عددها بالمناسبة ماهوش بسيط. يعني احنا كهيئة انتخابات كنا عددنا قرابة 298 مركز اقتراع موجودة خاصة في مقرات بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، وفما حتى بعض المقرات الخاصة اللي تم كراها لهذا الغرض، وعندنا 370 مركز اقتراع. هذوما زادة يلزم يتم إرسال جميع المعدات لها قبل حتى تونس، لأن العملية تنطلق قبل 3 أيام. ثم المكاتب والمراكز هذه يلزم يكون فيها أعوان وأعضاء المكاتب والمراكز اللي يتم يعني تكوينهم ويتم إرسالهم، وهما تقريبا في حدود 1600 أو أكثر اللي مش يكونوا موجودين لتأمين العملية الانتخابية في القارات الخمس، وكما قلت في تقريبا 47 دولة في العالم، حيث توجد تمثيليات دبلوماسية وقنصلية للجمهورية التونسية خارج أرض الوطن.